هؤلاء تلاميذ يتعلمون في مدارس وسط مدينة كركوك، يتحملون برد الشتاء ورطوبة الأرض التي يجلسون عليها، وحتى الأمطار تحاصرهم أحيانا وتبلل أجسادهم التي هربت من نيران داعش، حيث معظم هؤلاء من الذين نزحوا مع ذويهم. والله شو سوى رحلات ماكو عجل غام إنه نقعد، وهالرحلة قاعدين حاطين خشبة جوانا وقاعدين. ماكو هاي بس هذين قاعدين عليهن هنا. مو باردة؟ بلك باردة القاع. ماكو رحل إلا تونا رحنا جبنا من هاي المخزنة، جبنا هذا اسمه هذا النب. تونا قاعد عليهن خشب. ماكو رحل. مو باردة؟ نعم صديقي والله باردة. صفوف امتلأت بالتلاميذ، حيث لا يمكن معها للمعلمين والمعلمات السيطرة عليها مع وجود سباق لمن يستطيع الجلوس أسرع من صاحبه على بعض المقاعد المتوفرة، فيما الأمهات يطالبن من المدرسة بجلوس أبنائهم على الرحلة بدلا من الأرض. وقت المطر يعني الصف كله يصير طين، هاي وحدة. الشيء الثاني ماكو مكان، ماكو رحلات، والعدد يزايد يوميا. هسه لحد الآن 58 طالب عندي أني، بس هاي مو وضعية، هاي وضعية طلاب من يقبلها؟ تيجي الأم توقف بالباب تقول لي أني ما أقبل بنتي تقعد بالقاع. ليش هاي قاعدة وليش هاي على الرحلة وليش هاي بالقاع؟ ما يصير، فإحنا نريد حل. إدارة المدرسة شكت من عدم وجود الكتب المدرسية أو مكان يليق بهؤلاء التلاميذ، حيث كل المسؤولين الذين طرقوا أبوابهم أكدوا عجزهم عن توفير مقاعد الدراسة. حتى اللي يجيك يقول لك شو تريد أجيب لك، بس رحلة ماكو. زين هو الرحلة شنو؟ ذهاب. زين إيش قد يكلف الرحلة؟ من 100 طالب 35 كتاب أنطوني. تربية كركوك أكدت استقبال 70,000 طالب من النازحين، وأن هناك مدارس الدوام فيها ثنائي وثلاثي، فيما يسيطر تنظيم داعش على 550 مدرسة. أكيد هذا الزخم راح يولد كثافة طلابية عالية في المدرسة الواحدة، مما أوجد بعض الحالات في مدارسنا. هناك حالات جلوس على الأرض. نعم، هذه الحالة تمت مفاتحة وزارة التربية وتم مفاتحة مجلس المحافظة، وعدنا خيرا حتى من قبل المنظمات بتوفير رحلات عن قريب جدا إن شاء الله. وأكدت تربية كركوك أن وزارتهم تمنع التغطية الإعلامية إلا عبر الإعلام التربوي. المشكلة أنه هذه سياسة وزارة، يعني وزارة يمنع أنه نصور. نعم، الوزارة ما تقبل التصوير، يجب أن يكون من خلال الإعلام التربوي. سوران داودي، الحرة، كركوك.